دم لف اصفر. مزيان مزيان مزيان. وهذا ملف اخضر. هذا حتى هو غادي يكون ما بيهش. هذا ملف ازرق. ازرق اذا خصنا نعيدوا فيه النظر. هذا ملف احمر. احمر ايوا هذا خصو العنايه. هذا ملف اسود. شرع الله بيني وبينك. الان جيت كنتاكد على ان صباح في الوكاله نتاعي عندنا تراكمات ويمكننا نبداو العمل ونشرعوا في تنفيذ المخططات ونستقبلوا المواطنين. انيسه كعبغزال، الانيسه كعبغزال، جاوبيني احسن لك، جاوبيني احسن لك، ادخلي. واش انت هو كعبغزال؟ كعبغزال ولا سحت الليل كيوالو نعمس. كيفاش كيوالو؟ شنو بغيتي عندي؟ انا جبت لك هاد البركه. البركه؟ ايه حقكم من الزياره نعمس. الزياره؟ واش انا جالس وياك سيدي مسعود؟ قول لي شنو بغيتي الله يخليك. كيوالو كيوالو نعمس، غير هو بغيتك تشوف هاد الملف وتطالع عليه نعمس. شوف السي السي سحت الليل نعمس، ما تنساش ابني بان المهمه نتاعك هي كونك سائق نتاعي، واي اتصال بيني وبينك خصو يمر على السلم الاداري والترتيب الوظيفيه، فهمتني؟ غير ما كاين لا خير ولا ما غير، الله يخليك، غادي تعصبني، غادي واش باغي تركب عليه السكوى؟ تفضل التحق المكان نتاعك. والملف نعمس؟ نجبد عند الكتيبه يلا. كي والو نعمس. كي والو الله يخليك الا ما خرج عليا، عطيني اتساع. واخا نعمس. بعد مني. واخا نعمس. واش باغي تركب عليه السكر ولا شنو هو هذا؟ مصيبه كحله هذه. واه. ونصاره كبيره هذه. رجع عندي كسائق ولا بغى يدخل في الشموقات كلها؟ بغى يلعب عليا العشره. قال لك انا جيت مهمه معانا ولا؟ الاخوان دابا هذا الاخ اللي جا السائق الخاص ديال السيد المدير العام المركزي شنو سميتو بعدا؟ سحت الليل سي بوسكا سحت الليل. جابنا الله في التغراد خصنا غير القروضه وتولي عندنا هنا الغابه ديال بورقناديه. انا ما بقاش تفهم ليا هو كيفاش حنا كاملين تخدعنا فيه وحتى واحد فينا ما استطاع من الوهله الاولى يعرف بلي هاد سحت الليل هو مجرد سائق فقط لا غير. انا راه كنت نديكودي من الدقه الاولى غير هو خربق لي الريزو كثير شي مع ديك القضيه ديال مكلف مهمه الى اخره ما فهمت والو. وحتى اللباس ديالو يا اخي ما تقولش عليه شيفور بتاتا. وشنو بغيتيه يلبس باش يبان لك انت شيفور؟ ها هي دوره امولا الشيفور اليوم راه ما ساهلش. انا كنعرف واحد الوزير وقت ما بغيتي تشوفه كتجي وتدخل ما كاين اللي حبسك، ولا بغيتي تشوف الشيفور خاصك تطلب عليه الوزير وتسنى. زيدو شكون اللي قال هذا سحت الليل شيفور نيت ديال بصح؟ اوه هذا هو ديال بلاني. اش كتقصد السي عبادة؟ ها ما قلت والو اودي فين انا حليت فمي كاع. استاذ عبادة ارجوك الله يخليك خاصك تعرف باللي حنا كناقشوا في واحد الاشكاليه كبرى كتعلق بمصيرنا حنا كموظفين محترمين داخل دهاليز هذه الوكاله، فلهذا الله يخليك الى عندك شي راي لي به والا صمت. وبيني وبينكم الاخوان انا كنشوف باللي المجيء ديال هذا السائق الخاص ديال السيد المدير العام المركزي هو بمثابه عمليه انزال تثير الكثير من التساؤلات والقلائق، لذلك خصنا نتجندوا. واش شي الحسن والله الا خصك غير واحد البوق في يديك وتولي بحال هذوك اللي كيبيعوا جوال برغوت في السويقه. صافي ما فهمتيش سي موسكا هو بغى يقصد باللي هذا سحت الليل خاصنا نردوا منه البال ونديروا اتونسيون او لا؟ اكيد اكيد استاذ حماده. استاذ حماده بدا كيقرا بنات افكاري. انا ما كنقراش بنات افكارك، انا كنقرا حتى الاب والام الى اخره، لا الى كامله. فين غادي السي محمد؟ عندنا الصداقة هنا ولا؟ هاي هاي تضعوا لي فين غادي؟ يخليك ليلي. قولي أنا فين تيعبيو الرخاص؟ يعبيو؟ يعبيو، الرضا والحلوى ما كرضا. قولي أش كتعمل أنت هنايا؟ أنا سيكوريتي. سيكوريتي يخليك ليلي. إيوا. واش اسمعك اللبسة؟ شوف الله يخليك، بلا معالي، أشنو بغيتي دابا؟ قولي شنو سميتك؟
جمال. سيدي جمال تبارك الله تبارك الله. ولد بنتينا بعدا ولد بنت. ولد المعرفة. لا لا ما كنعرفش هاد المعرفة. قول لي عجيتي وسكنتي في المدينة. شوف الله يخليك. قولي اش تقلب. أقرب هادي أقرب. شوف الله يهديك. تينا من غير هاد الزرواطة. واش في يديك شي حاجة ولا ما في يديكش؟ واش انت ناقش لا توقف معايا؟ فاش؟ حبيت العزيز ديالي واحد الرخصة. رخصة؟ وما نساكش هين أبطل رخصة في هاد الجديدة. انتينا ما تعرفي لا تشد الحلاوة ديالك من لهنايا. حلاوة؟ يا علا. يا علا؟ شنو تصا انتينا؟ أنا ما في خباركش. لا. بصح بصح. واه مولاي دقيس. أنا ما كناكلش الحلاوة. كناكل غير السي كريم. وحق سبعة رجال. الأستاذ المحترم عادل بلاش معاكم شكون معايا؟ صعصع شكون صعصع؟ سي عبد الودود. شكون معايا؟ الله يودي. أنتم بخير؟ العائلة بخير؟ كلكم بخير؟ هي قالوها لي قالوا جيتي أنت وسي فريد شوقي بيك. هو بيا ولا بيك كيف كيف؟ إياه هو اللي ولا مسؤول على الفرع نتاعنا في الخميس ديال تيولي ولا؟ إوا سيدي مباركم سعود. أنت باقي في الأربعة ديال تكشبيلة ياك؟ أسلم زي الله يكمل بخير. ما عرفت ما عرفت كنت جيتو عندي؟ والله ما عقلت. المهم المهم الله يخليك هذه المرة إن شاء الله بحول الله بقوتي إلا بغيتو تجيو عندي بداو تعلمونا على تساع. إي باش نفرحوا بكم نجدوا لكم نستعدوا لكم ها ونديروا شي حفل استقبال على شرفكم. الحمد لله الميزانية دابا راه دخلات. يا وما خصناش نعاود نردوا الميزانية على الميزانية. تحياتي الله يرضي عليك بغيت نطلب واحد الطليبة إلا كان ممكن. شوف الله يرضي عليك إلا كنتي جاي عندي دوز لي معك واحد القنفود. هي قنفود قنفود إلا لقيتي الله يرضي عليك لأن السيدة مراتي طلبته لي. لا لا غير تشهاد مسكينة عندها واحد الشيوخ غادي بغات تحكو لي زنافري على البطانة ديال القنفود. يا مسكينة علاش عندك شي مانع؟ إوا مراتي هذيك السي صعصع دير بيا ما بغات الله يهنيك أسامة سلام سلام. اش كدير انت هنايا؟ بغيت غير نعرف انت يا علاش ملي كنحتاجك وكنبغيك ما كنلقاكش وملي كيقول لي عندي ما ندير بك كتوقف لي عند راسي غير قولي لي قولي لي. علاه مالك شتيني تنديرها بالعانية المعلم؟ المعلم؟ شحال مرة تنقول لك ما تبقايش تقول لي هذا المعلم؟ واش بغيتي انا نعيط لك؟ بينا ولا كرهنا راه انت هو المعلم. عيط لي مثلا الأستاذ بلاش. الأستاذ؟ علاه وليتي تتقرف السكويلة؟ شوفي يا كبير انت الحوار بيناتنا ما كنخرجوا حتى لشي نتيجة. شوفي الله يرضي عليك اش بغيتي؟ ما بغيت والو وراهي جبت لك هاد البارافو. بارافو؟ غنشوف يلا غادري غادري انسحبي يلا تحقي بمكانك كابوزان. نعم المعلم. تعالي يا بنيتي تعالي تعالي قعدي قعدي قعدي. شكون يدير لي هادشي هنايا؟ ما عرفت. ما عرفت؟ ايوا بصراحة المعلم أنا كاع البارافو اللي تيكون جاي لعندك ما تنقيسو ما تنحلو. فكرة هائلة ما عندي ما يسالك هادي مهمة ولكن شكون يدير لي هاد القصاصات نتاع الجرائد هنايا؟ ايوا بصراحة الله أعلم إلا ما خفت نكذب ما يكون غير هذاك صحة الليل. صحة الليل؟ صحة الليل ولكن صحة الليل مجرد سائق أجابوا للصحافة والصحفيين. إيه هذاك وقيل الله أعلم إلا ضربوا شي جنة المعلم. جن؟ بحالاش؟ ومحل كاع واش يكون بنادم؟ شتي هذاك صحة الليل غير تيوقف حدايا وتنبدا تنتفوه وبعد المرة المعلم تنبدا كاع تنتقرع. إيه أنا راه ناوية نجيب واحد المجمر ونفسخكم كاملين ندير لكم مالدون. الدل الا ملي تفوسخيني انا ويخرج لي جنين وانا هذاك جنين عاجبي ومرتاح انا وياه فين غادي يمشي؟ فين غادي يمشي الزغبي يمشي تحكمي عليه بالافراغ؟ الله يرضي عليك غادي تجني فيا انا ما عندك معاه حتى حاجه. الله يهنيك تسلم الله يعاونك. طاحت علي واحد الفكره عرفتي شنو هي؟ غادي تمشي تعيطي لي على داك صحة الليل باش نتاكد واش هو من فصيله البشريه ولا من فصيله العفاريت. يلا يلا غادري غادري يا كعب غزال غادري يلا سيري تقضي شغلك يلا معايا انا ولا
أجي اسمك الله بعدا عبد الشاكور. عبد الشاكور ياش فكفاكة عبد الشاكور الفكفاكة. اسمع أسي الفرفارة، راه لي حد ساعة باقي ما عرفتش أشنو الرخصة بغيتي أنت. يخليك ليلي. يخليك ليلي دابا هذه سمية الرخصة اللي بغيتي. لا هذه يخليك ليلي كلمة ديال الصواب، تتعرف بأنني مأصل ولد عائلة. إوا وحنا كيجيناك كابرين مع طراس بلبان. عشاك عبد الله ما منسى إلا غزال. شوف الله يرحم بها الوالدين، هذاك الشيء ديال غزال كرك ديال الضبع عالم الحيوانات ما عندي ما ندير به. قول لي اشنو رخصة بغيتي دابا؟ السي العزيز الا ما عطي ماشي العزيز سيدي معطي خليك ليلي. شوف سيدي معطي، حبيت نعمل واحد المهرجان متسول ومبرع. مهرجان ديال اش بالسلامة؟ ديال الخليع. الخليع؟ شوف مع هاد الشيء مزيان. لا هذا مختص في الخليع. هذاك راه مشى لي قبو ما عنده ما يدير. مرحبا مرحبا. كي والو؟ ايه تقدر تصوب لي واحد باناشي؟ ما يمكنش. علاش؟ حيت دابا انا باناشي وانت بغيت تشرب باناشي وانا باناشي باناشي. دابا انا مخلوق بحال هكا باناشي. اسميتو صحت الليل سمير. صحت الليل زوينه هاد السميه عزيزه على الليزان ديالها. انا راه باقي ما خديتش حقي في هاد السلعه. هادي موجوده السلعه الوقت اللي بغيتها هي موجوده. هي نجيب الكروسه. اجي بلاتي الحق وجيب الكروسه. بلاتي 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 بشويه عليك. هاك هاد البون دير سعادة القيدي سينيه لك وجيبو ليا. القيد؟ سي بلاش هذاك راه ماشي قايد راه فايت قايد لي. انت مخبي هنا وانا بالصباح كنقلب عليك. لاش بغيتيني؟ انا ما عندي ما ندير بك حبيبي اللي بغاك. وسعادة القيد يا صاحبي. ياك ما بغاني نسوق بيه. شتي حبيبي بعدا راه كاع ما كيحمل لك في الطوموبيل. علاش؟ كدير ليه تبوريشة. ما يمكنش. ويلا بغى يسافر اش غادي يدير؟ كيركبوه في الطياره. الطياره ديال السنديمان. ديال بصح قالك هذيك اللي عندها الزلحين وكطير في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. دابا كان معانا شكون؟ صحت الليل. هذاك راه صحت الليل. دابا تا كيتخيل لك بلي راه حداك هو ماشي حداك هو راه بايت مقصر مع ليزان ديال. صحت الليل ديال ليزان ديال. نعم مدام. لا الا عيطت عليهم الله يعطيني السقوط راهما اللي جاوا بوحدهم. لا لا ما داير لا مكياج لا والو غير انا ملي كنتصور كنبان في التصاور صغير. معلوم انت صغر مني على هادشي فيه الشك. يا كان خديتك انت مازال كتلعبي الكاري قبل ما راه كاع ملي خطبتك كنتي كتنقزي. لا ماشي من الفرحه غير نقصتي وصافي انت في قاعده كتنقصي. لا شوفي الخطره الماجيه ان شاء الله غادي يطلعوا يصوروك وعادي يهبطوا يصوروني ولا يصورونا بجوج مع الحيط. ديك الساعه نخرجوا انا وياك في الجورنان. واخا مدام واخا مدام احتراماتي نعمس احتراماتي. ادخل. اهلا اهلا سي صحت الليل. اهلا 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 مرحبا مرحبا. تفضل اقعد اقعد. نعمس نعمس. كاين شي ما نقضيو امر؟ الا كان ممكن تسيني لي هاد البون نعمس. الله يودي الله يودي على راس العين تستاهل كل خير. الله يودي. هانا نعمس. كي والو نعمس. ها؟ بارك الله فيك نعمس. قول لي يا سي صحت الليل الله يرضي عليك بغيت نسولك واحد السؤال. نعم. هاد التصاور هادو اللي في الجورنال واش نتوعي؟ هي نعمس بالمناسبة ديال التعاونية ديالكم نعمس. سبحان الله أنا ما كنتش عارف بأنك متعدد المواهب لهاد الدرجة كلها السي صحت الليل. كي والو نعمس أنا راه الإشارة أي صحافي في أي جريدة بغيتيه نجيبو عندك حتى لهنا. ممتاز ممتاز. مع
عرفتي شنو هي علاقتك انت كسائق يعني شوفير وعندك هاد العلاقة الحميمية مع الصحافة والصحفيين؟ سبق لي اشتغلت مع شخصيات مهمة، منهم وزراء، منهم مدراء، منهم سفراء، منهم عملاء. عملاء؟ ايه محمد، ممثلين ديال الشركات. بحكم هاد التجربة نتاعك مع هاد المناصب المتعددة غادي تكون كسبتي واحد التجربة كبيرة. كي والو نعمس. قل لي سي سعد الليل، بما انك الان بديتي كتشتغل معنا، شنو رايك؟ عندك شي ملاحظات على الوكاله نتاعنا؟ هي السي بلاش، هو اول مره فاش جيت عندك لهنا الملاحظه اللي كانت عندي هي المكتب ديالك. المكتب نتاعي مالو؟ ناقصين حويجات مهمه نعمس. بحالاش مثلا؟ الا جاوا عندك شي شخصيات كبار مهمين فين غادي يجلسوا نعمس؟ غادي يجلسوا على الكراسي. انت تبارك الله المكتب واسعري، ولا ما قدمش عينيا راه الكراسي على الطاوله، خص غير اللي يجلس. لا نعمس، ما يمكنش، الناس كبار الا جلسوا في هاد الكراسة غادي نوض عليهم الظهر. الا جاوا هاد الناس وبغاو يجلسوا مرتاحين الا جلسوا في هاد الكراسة بحال جالسين قفازي. عندك الحق، حتى انا ملي وليت مدير عام مركزي بديت كنحس بان الدار كيفيق عليا. وشنو المعمول في نظر؟ السداري. ها؟ السدادر. السدادر؟ ايه، يعني الفطويات باش انت والشخصيات الكبار تجلسوا مرتاحين. فكرة هائلة وليدي يا سعد الليل، ما عندي ميتك ما كيتعاونوا لي هاد الافكار انت. سبحان الله العظيم، شو دابا انا شحال وانا في هاد المكتب، عمري عمري ما طاحت عليا شي فكرة انني في دماغي انني نجيب سدادر للبيرو نتاعي. والله الا غادي تريح لي، راه داك البونار، راه داك البودلاني، غادي نتهلا فيك على هاد الفكرة هادي، غادي نتهلا فيك. هاك انت سيدي، يلا انا تفضل. شكرا. غادي تاخذ السلعه نتاعك وغادي تاخذ مع هذا واحد الكادو من عندي. بابور. بارك الله فيك. يلا بصحتك. شوف راه غتمشي عند الباناجي غادي يعطيك سلعتك وغادي يعطيك واحد القرعه. قرعه؟ ايه قرعه نتاع جابين. يلا يلا بصحتك. يلا بصحتك. بصحتك. هاد سعد الليل كيطيحوا عليه شي افكار واعرين، ولكن باين من عينيه بانه في شويه ديال التحرميات، ولكن انا مالي معايا انا ولا. نعاودو دابا من الاول، الاستاذ عبد الشكور الفرفره، على حسب ما فهمت دابا انت باغي دير مهرجان ديال الخليع ياك؟ يخليك ليلي. يعني كل ما كيتعلق بالاشياء اللي كتخلع. معلوم، خصك تعرف الخليع ديالي ما كاينش بحالو، كيحمق ويهبل. اسمح لي يا اخي، اسمح لي في هذه الحاله نقول لك باللي راك غلط، كي خصك تمشي للمركز السينمائي، هو اللي كيعطي الرخص ديال الافلام، بما في ذلك الافلام ديال الخليع. الله اكبر، على ولاو كيعملوا افلام على الخليع. السلام عليكم، سمحوا لي جبت لكم غير اتاي حرفي، كان خصني ندير لكم الكوتي، ولكن انا عندي بزاف ديال المسؤوليات ما مساليش. سمحوا لي بزاف. مسؤوليات مسؤوليات. الفرفارة احصلتي، جابوك لي ليزان ديال تاع عندي. يخليك ليلي. ماشي على كتعرف الاستاذ الفرفارة؟ انا مالو، هذا استاذ، هذا راه شفايفير، هذا دالي رزقي عامين هادي وانا كنقلب عليه. سي باناشي، شخبارك؟ شخبار ماماك؟ وشخبار باباك؟ وشخبار العويط قاضيه جداك؟ شخبارك؟ جدا لو ما تعويط قال اليوم ما غنعتقكش، اليوم غادي نردك كلك خليع. ايوا هي هذيك، صوبوا المهرجان هنا نيت وبلا رخصه. تفضلوا نعمس. شكرا. بسم الله بسم الله. الله، كيف جاكم السداري نعمس؟ هائل هائل ومريح، تبارك الله عليك، افكار عندك نيره. هو في الحقيقه سي سعد الليل، هاد الناس المسؤولين اللي عندهم كراسي خصهم يزيدوهم فوتويات باش يرتاحوا، راه المسؤوليه صعيبه. الله يكون في العون، الله يكون في العون. قول لي سي سعد الليل نعمس، نفرضوا ان هاد الفوتوي نتاعك انت ماشي نتاعي انا، قياس الخير، شنو غادي تعمل؟ غادي نضربها بالنعسه نعمس،
وما نفيق حتى للصباح كي والو. هي يعني ما تعاودش نديرو شي تجربه على الله كي والو. والله هنا مشوت مشوت. صافي دغيا جبد عليه كل شي كي والو.